طاجن المكرونه البشاميل اللي بالسجق. اول حاجه انا عايزه احط ووك تسخن على النار عشان وانا بشتغل كده، يعني عبال ما اقول لكم المقادير تكون سخنت ما نتعطلش. يلا بينا. مكرونه بشاميل بالسجق النهارده هنستخدم فيها خلطه البشاميل من ماجي، والحقيقه احنا هنغرقها بشاميل جوه وفوق وكل حاجه، فهتكون ظريفه جدا جدا وهتعجبكم قوي، مختلفه عن المكرونه بالبشاميل اللي عملناها من اسبوع تقريبا. لا مختلفه، الوصفه غير خالص. فهنشوف دلوقتي مع بعض هنعملها ازاي. 400 جرام مكرونه بينا نص سلق، ونص كيلو سجق قطع، 2 فلفل رومي قطع، ونص كوبايه بقدونس مفروم، وكوباية طماطم متقشرة ومفرومة. اللي ما عندوش مشكلة في القشر ممكن يسيبه، بس أنا بنزعج منه. زيت نباتي وملح وفلفل أسود. وبالنسبة للبشاميل هنحتاج خلطة البشاميل من ماجي ولتر ونص حليب. هي الباكت الواحد بيكون للتر حليب، فأنا النهاردة عاملة كمية بشاميل زيادة شوية عشان عايزة أعوم المكرونة فيه تماما، فهستخدم مقدار ونص. بس أنا عايزة أسأل يا بنات، ليه لبن سخن؟ لا سخن البشاميل ده مش هيدوب في لبن سخن. ممكن؟ اوكي شكرا جزيلا. يلا بينا نبدا شغل. عندنا هنا الطاسه على النار، هحط فيها شويه زيت مش كتير لان انا هستخدم سجق، والسجق مشهور او سيء السمعه بدهونه، بينزل دهون كتير، فاحنا مش عايزين نتعب نفسنا ونزود دهون. هستنى بس الطاسة تسخن كويس. وعايزة اقول حاجة، ان انا مش حاطة لا بصل ولا توم لان كل ده موجود في خلطة السجق اوريدي، لكن اللي حابب يحط بصل مفيش مشكلة، اللي حابب يحط توم مفيش مشكلة، لكن انا معتمدة على النكهة اللي من السجق. وفي الوصفة دي ضروري ضروري تجيبوا سجق انتوا عارفين انه الخلطة بتاعته مميزة جدا. تعالوا كده نعمل اختبار نشوف ايه الاخبار. تمام، عايزينه بس عايزين الطاسة تسخن شوية كمان، فأنا هستنى عليه. البشاميل، خلطة البشاميل بالماجي ممتازة يا جماعة، منتهى السهولة في الاستخدام. الباكت الواحد بيتدوب في لتر لبن على البارد، وبعد كده بيترفع على النار، وأمرها سهلة آخر حاجة، يعني مش قادرة أقول لكم قد إيه لطيفة وسريعة، وطعمه مميز جدا، ما بيحتاجش ملح أو فلفل، كل حاجته مظبوطة. فاستخدامه عملي جدا للي مستعجل، أو للي عنده مشكلة مع البشاميل، او للي يعني حب طعمه. انا احيانا بستخدمه في البيت، لا بكون مستعجله، او احيانا بكون مستعجله بس يعني ما عنديش مشكله في البشاميل اللي بعرف اعمله، بس انا حبيت طعمه قوي، طعمه مميز فعلا. تقليب للبشاميل للسجق، اسفه، برشه ملح ورشه فلفل، مش هحط له اي حاجه تانية، هو عامل معانا الواجب وريحته طلعت على طول، والجوس والعصاره بتاعته هيبانوا دلوقتي وهتبقى امورنا كلها زي الفل. ممكن اللبن بسرعه يا ولاد؟ تمام يا شباب، شكرا. يلا بينا تشويح. تشويح بسيط. اوكي. ومش عايزين ننزل لا الفلفل ولا الطماطم غير لما السجق ده يبدا ياخد شويه كرمله، لان السجق هيتشوح لو احنا اتعاملنا معاه كده. ولكن لو انا ضفت له مكونات فيها محتوى من الميه زي الطماطم والفلفل، خلاص عمليه التشويح تقف على طول. فعايزه اضمن انه اتكرمل واخد لون، وبعد كده اضيف عليه الخضار. وطبعا في فرق يعني رهيب ما بين السجق اللي انا هحطه كده ما اتقلب له تقلبتين، ولا بين السجق اللي اتشوح كويس واخد لون. اللون بيفرق جدا. في اثناء ما انا بشتغل انا مشغله فرن يسخن، علشان ايه؟ علشان لما ادخل طاجن المكرونه يبقى الفرن سخن على طول ما تغلبش. يلا بينا اجهز الحله اللي هعمل فيها البشاميل من ماجي، وهبدا اضيف المكونات. اللبن يا حبايبي عطلنا عليه،
بتهزروا؟ ماشي ماشي تمام. طبعا هو المفروض ندوب الباكت في لبن بارد، انا اسفه يعني ان انا ما مش بعمل اللي بقوله، بس هو ان شاء الله هيدوب. احنا عايزين باكت ونص. عشان انا عامله هنا لتر ونص. ادي باكت من خلطه البشاميل من ماجي، بتبقى جاي الباكت كده ليه فتحه من الجنب، مش محتاجين مقص اهو كده، بنشد منها بتتفتح على طول. وانا هحط نص كمان وهبدا ادوب بالمضرب السلك، ولما اطمن ان هو داب هرفع على النار. تقليب تقليب تقليب، عايزه ادوبه خالص. يلا بينا على النار. تقليب مستمر. واجي هنا اشوف السجق اخباره ايه. اوبا بقى بصوا، نزل العصاره والجوز بتاعه، ده اللي كنت بتكلم عليه، عشان كده قلت لكم ما تحطوش زيت كتير. وممكن عايزه اقول لكم ما تحطوش زيت خالص، تحطوه على الطاسه السخنه على طول، تنزلوه في طاسه سخنه هو هينزل دهونه ويستوي فيها. واللي حابب طبعا يتخلص من جزء من الدهون دي مفيش اي مشكله يعمل كده، مش هيبقى فيه اثر يعني على النكهه، هتبقى بس الوصفه اقل دسم. هنقلب باستمرار والبشاميل على النار. تقليب مستمر، ولما بنوصل لدرجة الغليان بتظبط أمورنا جدا. وطبعا التقليب باستمرار ده مش حاجة بنقولها لكم كده اعتباطا، لا هو بيطلع بشاميل ناعم وقوامه مظبوط، مفيش فيه أي كلكعة، ما يخليش حاجة تنزل وتشيط تحت فالمقدار يتأثر ولا يعمل ريحة شيطان في البشاميل بتاعي، بيبقى ايه مدروس. فكل حاجة احنا بنعملها بتكون ليها سبب. هنحط رشة صغيرة خالص من الملح ورشة صغيرة خالص من الفلفل، وهو مش ضروري بالمناسبة، انا بس يعني بحب احطهم، لكن هما هو مقاديره توابله مظبوطة مش محتاج يتحط له حاجة. هنا السجق اخد التشويحة اللي انا عايزاها، اقدر اجي دلوقتي اضيف الفلفل. حدي الفلفل تشويحة سريعة معاه، وفي الاخر خالص هضيف الطماطم. ونرجع هنا نقلب. تقليب سريع ومتواصل يطلع لي بشاميل ناعم ومفيش فيه اي كلكعه. زي الفل كده. بسرعه هحط هنا الطماطم، وهحط معاها البقدونس، هقلب. وانا كده خلاص غلوه واحده للطماطم دي مع السجق هتكون حشوتي جاهزه، مع ان هي مش حشوه النهارده، احنا مقلبين المواضيع كلها مع بعضيها. طيب نيجي بقى هنا عشان ده خلاص على وشك. ونستمر في التقليب. باستمرار، طبعا كل ما بيسخن البشاميل كل ما بيقرب او بيتقل في القوام، ده كده معناه ان انا ماشيه صح
واموري تمام، ويفضل يخدعكوا يعني تيجوا تقلبوا ايه ده هو ما بيتقلش ليه هو خفيف ليه، في الاخر في ثانيه هتلاقوه تقل، فما تقلقوش خالص، استمروا بس في التقليب وما تسوش عنه علشان ما يبقاش فيه اي كلك. يعني مفيش ارخم بصراحه من بشاميل مكلكع، فبيبقى مش مستساغ خالص بصراحه بالاكل، بيبوظ الاكل تماما شكلا وموضوعا وطعما وكل حاجه. قربنا خالص، وبسرعه كده اجي هنا ادي تقليبه اشوف ايه الوضع. الوضع هنا رائع الحقيقه، ممكن نكون محتاجين بس رشه كمان من الفلفل والملح علشان الخضار اللي احنا ضفناه، بس والطماطم مع عصاره السجق عملت صوص رهيب، ولسه هنخليه رهيب اكتر بالحركه اللي هنعملها دلوقتي وهتعرفوا هي ايه بس لما البشاميل يجهز معانا. البشاميل ده خلاص فاضل له ثانيه، يعني هو تقل وانا بقلب تماما، ومجرد ما يغلي هشيله من على النار. بنغلي ليه؟ علشان نشيل من على النار، عشان نشيل الطعم النشوي لاي حاجه في خلطه البشاميل او في البشاميل عموما، ما بنحبش الطعم النشوي اللي فيه والغليان بيخليه يروح. بس كده عايزين نشوف البابلز البقليل اللي على الوش دي، واول ما نشوفها خلاص بنرفع. لكن زي ما انتم ملاحظين في التقليب القوام اختلف تماما وتقل. بس كده حلو قوي، يلا بينا. بصوا اهو اللي احنا شايفينه على الوش ده هو كل اللي احنا محتاجين نشوفه. اول ما نشوفه نقوم مدين التقليبه الاخيره كده ورافعين من على النار. البشاميل ده بقى هيبقى جنبي هنا عشان انا هحتاجه دلوقتي، ولكن هعمل الحركه المهمه جدا اللي لازم تعملوها عشان الطاجن ده يطلع استاذ، تنزلوا المكرونه على السجق ده تقلبوها معاه. طبعا مع الحراره والمكرونه نص سوا وفي صوص، المكرونه هتشرب جزء منه يكمل سواها او يبدا يكمل سواها، هتتنكه بنكهه رهيبه وهتاخد طعم تاني خالص انتوا مش متخيلين هو حلو ازاي. فننزل المكرونه كده ولمعه رهيبه برضو، نقلبها مع خلطه السجق. طبعا بقى شكلها حاجه تانيه خالص. استنى نقفل بقى الطبق ونطلع فاصل، هو مش هاخد ثواني. عايزين بس نطمن ان الملح تمام، فانا هاخد مكرونايه ادوقها. ملح تمام جدا مش محتاجين خالص. تحفه، ممكن يعني انا بس احط يعني رشه صغيره خالص، وهنعمل دلوقتي حركه كمان، هناخد مغرفه كده من البشاميل ده ولا اتنين، هنضيفهم على المكرونه دي وهي بتتشوح في الطاسه. يلا بينا. بس كده وهقلب، راحت المكرونه في حته تانيه خالص. انا هزود واحده كمان او اتنين. بس هشيل من على النار وهقلب التقليبه الاخيره. وهاجي انقل المكرونه دي لطبق بايركس، مش عايزه طبق بايركس حرفه عالي، انا عايزاها تبقى حرف صغير عشان تبقى كلها اخده صوص من على الوش. هاجي كده بالظبط كده، وناخد كل اللي ممسوك ده مش هنسيب منه حاجه.
هفرد شايفين عايزينها طبقة رفيعة كده بالظبط. وهاجي بالبشاميل اديله تقليبة نهائية حالا. وهاخد اوزع البشاميل. وكده بقى البشاميل كله على وش المكرونة، ما سبتش اي حاجة في الحلة. بس كده انا عايزاها بالظبط طبقة رفيعة كده. هتدخل حالا الفرن على درجة حرارة 200، عايزين الوش يحمر، عايزين كل الكلام ده ياخد من طعم بعضه، عايزين البشاميل ياخد من طعم السجق والسجق ياخد من طعم البشاميل، وتبقى احلى طاجن مكرونة هتاكلوه بالسجق، رهيبة وبسيطة زي ما انتوا شفتوا، سريعة ما خدتش مننا وقت، وامرها سهل جدا، يا دوب على قد ان الوش يحمر هتكون جهزت. هندخلها في الرف اللي في النص، حرارة من فوق وتحت درجة حرارة 200، ولو عندي مروحة توزيع حرارة مش هيخسر ان انا اشغلها. بمسح الاطراف عشان ده طبق التقديم اللي انا عايزاه يطلع لي نضيف في الاخر ما يبقاش شكله وحش. وخلاص على الفرن عدل. ايه رايك صينية المكرونة بتاعتنا اللي بالسجق والبشاميل في الفرن، مستنيينها تحمر وتعمل شغلها بقى الرهيب، كل الكلام ده ياخد من طعم بعضه. وارجوك وارجوك بوصيك والله بتفرق جدا، ما تعملوهاش تخينة، اعملوها طبقة رفيعة، بتفرق فرق رهيب عن انكم تعملوها تخينة صدقوني. ويعني لا لا لا، فرق رهيب بين انها تكون سميكة وبين انها تكون طبقة رفيعة البشاميل واصلها كلها. اعملوها بالطريقة دي هتشوفوا قد ايه بتفرق. البشاميل ده مش عايزين نغمقه قوي، عايزين دهبي فاتح خالص كده. شايفين المنظر يا جماعة؟ يا نهار ابيض. نسيبها في حالها بقى تاخد بس شوية لون بسيط كده. ادي الطبق، بصوا المنظر عامل ازاي.